إذن ها هو شوطنا الرئيسي الأول لفئة البكار المفاريد من مسافة 1500 متر، ما هي إلا لحظات متابعينا مشاهدينا الكرام. وينطلق الشوط الرئيسي، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه نطلب العون والتوفيق والسداد. إذا انطلق الشوط الرئيسي، الشوط الأول لفئة البكار المفاريد من مسافة 1500، نقلتنا وإياكم مباشرة مع معاني عبد الله بن دخيل الله الجهني على صدارة هذا الشوط. ثاني المراكز وصل شعار البقمي، صقر بن فالح بن سوقان البقمي، ولكن أرى التغيير على المقدمة على صدارة هذا الشوط. هناك الجودة، عيد بن عطا الله الجني ضيف قادم أيضا من ميدان الزعفران. ثاني المراكز وصل شعار البقمي، وصل شعار نوف، ولكن أرى من الجانب الآخر قدم أرى الصافية عبيد بن مسلم الجهني على صدارة هذا الشوط. ثاني المراكز وصلت الجودة، مرحبا بالجودة ومرحبا بعبد الله، أو عفوا بعيد بن عطا الله الجهني. إذا السيف يحتار في شوط المفاريد البكار. الجهني أهالي ينبع على أول وثاني المراكز. الجودة عبد الله بن دخيل الله الجهني، عيد بن عطا الله الجهني. ثاني المراكز وصلت هناك من الجانب الآخر الصافية، عيد بن مسلم الجهني على ثاني المراكز. ثالث المراكز أيضا شعار الجودة، ولكن أعود مع المقدمة، أعود مع الصدارة، أعود مع التحدي. السيف يا مضمرين، السيف يحتار بين الجودة ولا الصافية، الصافية ولا الجودة، ولكن الجودة وملحاته ما يخليها يا الجهني. الجودة صاحبة الشوط الرئيسي من مسافة 1200 في المركض الماضي. إذا الجودة على صدارة هذا الشوط، هي الأقرب للناموس، هي الأقرب للسيف. التهاني يبدو أنها ذهبت، يبدو أنها غادرت. السيف غادر إلى ميدان الزعفران، غادر إلى ميدان ينبع. تهانينا والناموس نزفها من هذه اللحظات للسيد عيد بن عطا الله الجني على فوز الجودة بالمركز الأول. ثاني المراكز وصلت الصافية للسيد عبيد بن مسلم الجهني. ثالث المراكز وصلت النادرة صقر بن فالح البقمي. إذا تهانينا والناموس للسيد عيد بن عطا الله الجهني على انتزاع الجودة للشوط الرئيسي وانتزاعها للسيف، وحظا أوفر لمن لم يحالفه الحظ. أيضا شكر خاص لقناة بورصة الهجن على حضورها المتواجد، لهم منا جزيل الشكر والعرفان.